نحمدك اللهم ونستعين بك ونستهديك ونطلب منك الرضا والقبول، وأن تصلي على سيدنا الرسول محمد بن عبد الله وعلى آله القادة الأئمة الفحول السالكين سبيل النجاة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا الله، كي نستظل بظل عرش الرحمن يوم القيامة وندخل في تلك الدائرة الكريمة الشريفة العظيمة المنيفة الرفيعة العالية المقدار. نتأمل وإياكم في برنامجنا هذا بعضا من معاني تلك الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش ذي الجلال، وبعضا من النماذج الصادقة الظاهرة الباهرة الشهيرة التي أظهرها الله جل وعلا في أمته هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عباده الصالحين، ممن تحققوا بهذه الأوصاف واتصفوا بها اتصافا تاما كاملا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. الصفة التي نتحدث عنها في حلقتنا هذه هي صفة الإنفاق سرا وجهرا، وإظهار الصدقات وإخفاؤها وإكثارها ليل نهار، وهي المعبر عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ونحن نعلم أن المراد بهذا كما قد بينا وكما بينه شراح الحديث كثرة الصدقة وكثرة الإنفاق ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فإن ذلك يوجب الاستظلال بظل عرش ذي الجلال سبحانه وتعالى. نموذجنا في هذه الحلقة هو الإمام المتصدق الزاهد القانع المعطي لوجه الله تعالى عطاء من لا يخشى الفقر، الإمام علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد علي زين العابدين في عام 33 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى أبو الحسن، وهو الشخص الوحيد والابن الوحيد لسيدنا الحسين بن علي الذي استمر منه نسله وذريته. كان آية رضي الله عنه في العلم والتقوى والعبادة، وسيرته بحر زخار لا يمكننا أن نحصرها في حلقة واحدة. وما ورد من سيرته في شأن الإنفاق والتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى أمر جل أن يحصى وعسر من أن يستقصى. الإمام علي زين العابدين تلقى العلم كابرا عن كابر عن سيد الأكابر وإمام الأوائل والأواخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تلقى العلم عن شيخه وأبيه الحسين بن علي، كما تلقى عن عمه الحسين، وتلقى عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حمل العلم من بعده صدور الرجال وأئمتهم كالزهري وغيره من أئمة ذلك العصر الكريم المبارك من طبقة التابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. كان علي زين العابدين ينفق لوجه الله تعالى سرا وجهرا، ويعطي لوجه ربه عطاء من لا يخشى الفقر. تعلم هذا من أبيه الحسين وعمه الحسن اللذان أخذاه من مصدره الأعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان علي بن الحسين يحمل الطعام والخبز والنفقة على ظهره رضي الله عنه في سواد الليل، يقصد بها بيوت الفقراء، حتى أن خادمه قد يأتي إليه في بعض الأحيان يقول له: يا سيدي دعني أساعدك وأحمل عنك، فيقول له: لا، وهل أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ فيقول: من يحمل ذنوب الآخر؟ فيقول له: وكذلك أنا أحمل صدقتي بنفسي. وكان حينما يحمل صدقاته بالليل وينفقها سرا لا يدري الفقير من هذا الذي ينفق عليه ومن الذي يعطي عليه، كان يقول علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب عز وجل، مصداق قول جده صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كان ناس كثير بالمدينة يعيشون لا يدرون من ذا الذي ينفق عليهم ومن ذا الذي يتصدق عليهم. فلما مات علي بن الحسين علموا أنه هو. لما مات كثر الفقراء وكثر السؤال في المدينة، فاستغرب الناس من أين جئتم ولم يكن في المدينة هذا العدد من الفقراء. قالوا كان شخص يأتينا بالليل ويضع لنا حاجاتنا وما نحتاج إليه، ثم لا نكاد أن نتمها إلا وقد أتى بمثلها ووضعها على الباب. فلما بحثوا علموا أنه علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، المتصدق المنفق في سبيل الله جل وعلا سرا وجهرا، حتى أنه حينما توفي رحمه الله جل وعلا وقربوه إلى المغتسل لكي يغسلوه، وجدوا على جنبه خطا أسودا من أثر الحبل الذي كان يحمل به الصدقات يوصلها إلى الفقراء والمساكين في ظلمة الليل، متخف بها يريد بها وجه ربه جل وعلا. ما أجمله من إمام، ما أنصعه من نموذج طبق سيرة وهدي جده صلى الله عليه وسلم، وتصدق بصدقات كثيرة، ليست صدقة واحدة، صدقات كثيرة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من هذا نأخذ دروسا وعبرا عظيمة كثيرة كبيرة، من أهمها أن فعل الشرفاء والعظماء وأبناء الشرفاء والعظماء والنسل الأنبياء إسداء المعروف وإقراء الضيف وإطعام الطعام وإفشاء الخير للعالمين أجمعين. ومنها نعلم أن العبادة والطاعة شيء أصيل للإنسان، ولكنه مع ذلك هو محتاج إلى التقرب إلى الله تعالى بقضاء حوائج الناس وسد حاجاتهم والقيام معهم فيما يحتاجون إليه من شؤون معاشهم وشؤون معادهم أيضا. مات علي بن الحسين في سنة 94 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا وإياكم به في دار الكرامة وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع مجيب.